بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. نان ناشا نذكرنا وليد بهم لاريك دليل ناصرون، لكن العبادة تتعبد بالأشياء دي طالما قسمناه على الإيمان والإسلام والإحسان. إسلام أمكر كن شاق، إيمان والتر كن شاق، إحسان لا ركن. لكن أشياء ناد عبدنا أبهم قسموا كلهم الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والخشوع والإنابة نأشيانين إن شاء الله. لا ريسي لا ريت دليل نعصناك لقن. والله سبحانه وتعالى يقول معناها الخوف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا قلت قلت نشاق النجار إنك الله سبحانه وتعالى نقول قدام ممكن لخي لدقو يعني عدو تلدقو إيتو مقول حقيم قو إيتو سيخوا كان الخوف مخوف طبيعي، يعني إنسان وكوجين اللو نخابر بردجين اللو ترقين بحر لي نوتك وجوئتك نعم مشكلة الذي بهم. لكن إنسان قدام تلت جوئترنين نفع كوري درر كوري شفع كوريو، يعني عبادة وأنا أخدي بس أنا عتلي نسر عتنين جن نشوية نهيم بعديبو نيدم بكده. يعني لا قويتن عذاب قبر لدقويتن ارب لدقويتن قلت لدقويتن نين كذلك، يعني أشياء ضروري بجرب سوقن. يعني الله سبحانه وتعالى بيانا كلهم قلنا ووضح كلهم قلنا أن آيات لي فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين جارسكا قويتنا شعرون أولياء دو إن مشركين دو إن دررناكم ين نافعناكم ين نسابين يو دام قويتر الله مشعر إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني نين دام قويتر من نوم شغلاني لينر الرجاء تلنتنو قلنان. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته أحدا. الله سبحانه وتعالى سير جايخ، الله سبحانه وتعالى تل طمع شاخ، الله سبحانه وتعالى تل يعني نيلد وريخ جار تخدقن قريب المنال. الله سبحانه وتعالى تخدقن في أي وقت إنسان جب إنسان جربا درجة قئر شاخ الله سبحانه وتعالى كرب لك منه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يكون فمن كان يرجو الله رجاء، يعني فمن كان يرجو الله رجاء، فمن كان يرجو الله لقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني الله سبحانه وتعالى بينا كنا الله سبحانه وتعالى يعني رجاء نيوخ رجاء محمود ورجاء مقبول طاعة نيوخ أكو ثواب مقديبو معصية تدرقا خمبو خير لفرق أبو جميل أخرشاه مرتب أخرشاه، لأنه يكون هو أعلم يعني جابني ولد أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجاء ثوابها، يعني عملني وانطاعتني ثواب جال دربك أجر جال دربك جارجن كفلا أجر سي، يعني أو تاب من معصية ورجاء قبول توبتي برضو جالس رجاك من معصية ضمنكنا ومعصية شهرنا أصلا الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ويتجاوز عنا يا رب العالمين. معصية تتوكل جال توبة توبتي أخوانا من أعظم الأشياء، توبة نصوح لا أي وقت استغفر الله الذي لا جال وحي القيوم ينما توبين نين قذيق فائدة مقديو. فأما الرجاء بلا عمل فهو قرور وتمن مذموم، لكن يعني رجاء عمل واني رب شاخ لازم، يعني إنسان متوكل أخدم بي رجاء كامل وأني أقول شاخ رجاءها وجرب دخون عمل جرب دخون ندم توكل تنوكن. الله سبحانه وتعالى كذلك دليل يعني عبدنا عبود جالس الجار الوكل سنة شانخون، ويقول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. الله سبحانه وتعالى جهل وكرسه لا رجوع إتجاه عمل سيسي عمل صالح سيسي مراتب التوكل ولا نقلنات يعني اعتماد على الله سبحانه وتعالى اعتماد كامل كافي حسيب نافع دار. الله سبحانه وتعالى قن إيمان كامل أخرج لشاه وتوكل يخي تمام الإيمان وعلامات شاه وعلامات صدقه، يعني توكل إنسان متوكل أخذن بي لازم إيمان كامل قن إنسان متوكل كميه وعلامات
واجب نيق لا يعني يعني تماما لا يعني إيمان لي قلنا إن نيد إن قد توكل كامل أخرشا على الله سبحانه وتعالى منفعة دي خير دي جالد يعني الله سبحانه وتعالى رضا يقضي توكل كامل أخرشا قسم نقول لنا بلن يعني أنواع لي أول زي نوع التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله لأن توكل السر بأن يتعمد على بأن يعتمد على في يعني ما يعني جالين قد أريخ الله عتم التشخ الله أريخ الله إيش الله معناها جلب منفعة نعصف مدرة نعصف نوع تكونين شرك نعصقين شرك أكبر نعصقين جاء أريخون يعني إيك لاوك مثلا نفلان درروك نفلان حجاب إسوك نفلان النووي وسرعات إسوك نسرعات نين يعني من عروا يقن سر حدر أقل يقن يخوين أخوارتو يقن يخو سعاد إلا شعر جالو وكرت رزاق لي إيمان إسي أسباب تكيوس إسي قوك جارو خص إسي معناها الله سبحانه وتعالى وكل أشياء قليلة يا بني أذهبوا فتحسسوا من روح يوسف يعني التوكل سؤال أنتن يعني إجماعا بقدي بأشياء توكل على غير فيما تصرف في التوكل بحيث ينبت في غير أمر تجوز فيه النيابة في هذا لا بأس به بدليل الكتاب والسنة والإجماع قال يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه يعني أسباب سرقبو ما جرب رقبو وما حرك سرقبو نين توكل دي اتروخ بدان لا كافيو اما توكل جنيا كمان قدم جو قرا غرسالا اسغي يعني خان تك وخرد غرسالا يعني قدغي الفد غير غرسالا يعني عمل توكل دي اسباب توكل دي تعارض شغلاني ما يعني الناس يعنين رغبه الاخن محبه الوصول الى الشيء المحبوب جن ورهبه الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرونه بعمل والخشوع الظل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضاء الكوني والشرعي نان نيوك لاقش نعصن هون لهم رغبة دي رهبة دي خشوع دي لأن الله سبحانه وتعالى ورأي يكوننا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين نين دليل ورانيقن دليل الرغبة والرهبة والخشوع الله سبحانه وتعالى ورأي يكون إنهم كانوا يسارعون في الخيرات خيرات سنة سنة قرآن رغبة تدر رهبة تدر قئيسي وخشية تدر بالكامل ودليل خشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الله سبحانه وتعالى قئيت قلم يدقو إتايو والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة الله من يخشاه وكمال سلطانه لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف ويتضح الفرق بينهما بالمثال فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف نيو يعني نابنا ذكرنا سنقن إنابة تورك وذنان دليل بوك أول إنابة الفرنوق النان برضو من نوع من أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى جارد أستاهلتي أنيبوا إليه الله سبحانه وتعالى يقول أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وهي قريبة من معنى التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له والمراد بقوله تعالى واسلموا له الإسلام الشرعي وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان الأول إسلام كوني وهو الاستسلام الحكمي الكوني وهذا عام لكل من في السماء من كل من في السماوات والأرض ومن من مؤمن وكافر وبر وفاجر لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه ودليله قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون
الثاني إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان، ودليله في القرآن كثير، ومن هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.